قال عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان عبد الجواد أحمد إن النقاشات خلال الجلسة شهدت اختلاف الرؤى حول مفهوم العدالة الاجتماعية باعتباره مفهوما أشمل وأوسع. أشار عبد الجواد خلال تصريحات خاصة للتلفزيون المصري إلى ضرورة سرعة تطبيق العدالة الاجتماعية لتحقيق تكافؤ الفرص. العدالة الاجتماعية موضوع كان محل خلاف من وجهات نظر متعددة، في رؤى متعددة يمثل مشكلة لدى البعض. الحقيقة أن كل الحوارات والنقاشات اللي تمت اليوم أكدت جميعا على أنه حق من حقوق الإنسان أساسي في المساواة وتكافؤ الفرص بما يسمى العدالة الاجتماعية. أعتقد أنه كان هناك حوار أيضا على أنه رغم الجهود المبذولة المتميزة في مجال الاهتمام بالمواطن وبالإصلاح الاجتماعي والمبادرات المجتمعية متعددة الهدف منها تمكين المواطن من بالمساواة بدون تمييز تكافؤ الفرص، أعتقد رغم الجهود اللي بذلت في الفترة الأخيرة ولكن يتبقى لدى العديد من الناس السؤال عن أهمية التعجيل أو مزيد من العدالة المجتمعية المتعلقة بتكافؤ الفرص والمساواة.